معهد ألما الإسرائيلي نشر مقطعا مصورا خطيرا خاصا بنقاط عسكرية تابعة إلى القوات الأمنية العراقية على الحدود العراقية السورية وتحديدا في مدينة القائم. وهذا المقطع جاء بهذا الشكل من قبل معهد ألما الإسرائيلي، نشروه يوم أمس بهذه الطريقة عبر الأقمار الصناعية. واضح هنا القائم وهنا الحدود العراقية مع سوريا، والمفاجأة أنهم هبطوا إلى هذه النقطة التي واضحة طبعا إحداثيات، بل انهم اخترقوا المبنى لهذه النقطة بهذا الشكل. وواضح اصبحنا امام نقطة عسكرية فيها كاميرات مراقبة، كذلك هنالك عتاد تحت السرير بهذا الشكل، وكذلك هنالك عناصرا للقوات الامنية بهذا الشكل، واضحة وجوههم امامكم، وكذلك هنالك لوحة هنا بهذا الشكل مسجل فيها كل شيء وكل اسم متعلق لكل عنصر امني موجود من الشرطة الاتحادية هنا. واضح يؤشرون بها يقولون بان هذا طبعا الزي الخاص بالشرطة العراقية وحتى الزي الخاص بالجيش العراقي بهذا الشكل، بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك. معهد ألما توجه أيضا إلى نقطة قريبة من نهر الفرات كما تلاحظون هنا، هذا هو نهر الفرات، والواضح بأننا أمام شاحنات للمياه بهذا الشكل. قد تبدو هذه مدنية ولكن شاحنات المياه الخاصة بالمياه الموجودة الأخرى هي طبعا عسكرية وتابعة إلى الجيش العراقي بهذا الشكل. والواضح وما يوضح معهد ألما هنا بأن ليس هنالك أي حمايات من القوات الأمنية العراقية بأي شكل من الأشكال. من المفترض أن تكون هنالك حمايات على نهر الفرات على الأقل 12 عنصرا من القوات الأمنية العراقية، غير موجودة. والنقطة الأساسية التي يود أن يوضحها معهد ألما الإسرائيلي هنا بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تستطيع نقل سلاحها من دون أي مشاكل في ظل الحمايات الضعيفة بهذا الشكل وفي ظل الاختراق الكبير الموجود بهذه الطريقة. ولكن السؤال الأهم هنا، كيف لمعهد ألما الإسرائيلي أن يتحصل على هذه التفاصيل؟ هل نحن أمام اختراق سبراني للقوات الأمنية العراقية الموجودة على الحدود العراقية السورية؟ لا أبدا، الأمر ليس بهذا التعقيد، الأمر بسيط للغاية. الأمر متعلق بعنصر أو عنصرين من القوات الأمنية العراقية الذين صوروا هذه الأماكن بكل بساطة وشاركوها على جوجل إيرث، وأصبحت هذه المواقع متوفرة لأي شخص الآن ممكن يجلس في المنزل ويبحث عن هذه المواقع ويصل إلى نفس النقاط التي وصل لها معهد ألما الإسرائيلي. ونحن هنا في برنامج رأس السطر على سبيل المثال تأكدنا من هذا الأمر بهذا الشكل وبهذا الفيديو الخاص بنا، أيضا ذهبنا إلى نفس الموقع بهذه الطريقة التي صورها طبعا معهد ألما الإسرائيلي. وبعدها ما قمنا به هنا ولكي نوضح بأننا قمنا بالنقر على هذه النقطة وهذا طبعا الشكل للشخص الذي يساعدك في عملية الهبوط إلى المناطق التي تود الهبوط إليها، وظهرت طبعا نقاطا أو نقطتين معينة، هذه النقطة الزرقاء الدائرة الزرقاء الصغيرة بهذا الاتجاه، وهذه الدائرة الزرقاء على نهر الفرات بهذا الاتجاه، وكذلك هذه النقطة أو هذا الطريق الذي يبدو باللون الأزرق، ولكن لن تتمكن من الوصول إلى هذه النقطة بهذا الاتجاه لأن على ما يبدو المقاطع قد تم إلغاؤها. ليس هنالك أي شيء باللون الأزرق عدا هاتين النقطتين التي ركز عليها معهد ألما الإسرائيلي. وببساطة أنك تستطيع النقر على هذه الدائرة الزرقاء بهذا الشكل وستجد نفسك ووجدنا أنفسنا أمام نفس الصورة الثلاثية الأبعاد الخاصة بالقوات الأمنية العراقية بهذا الشكل، نفس الصور نفس الأسماء كل شيء. وكذلك توجهنا ودققنا على النقطة الأخرى هنا بنقرة واحدة على نهر الفرات ووجدنا أنفسنا أيضا بنفس النقطة التي صورها وركز عليها معهد ألما الإسرائيلي بهذا الشكل الذي نشره طبعا. وهذا الأمر كما وضحنا بأن العناصر الأمنية هي التي صورت هذا الأمر، وواضح من الحذاء العسكري الخاص واللباس العسكري الخاص به هو طبعا ملابس عسكرية واضحة للقوات الأمنية، وبالتالي هو صور هذا الأمر وشارك هذه القضية. والمثير بأن حسابا واحدا فقط هو الذي نشر هذه المقاطع، والواضح بأن هنالك عدم يقظة أو انتباه من هذا العنصر أو العنصرين الذين نشروا هذه الصور مع الجوجل إيرث بأن الأمر ممكن أن يستغل بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. والأمر المهم
بأن الصورة المتعلقة في الكاميرات هنا هي تفسح لنا المجال وتعطينا الإمكانية لمعرفة متى تم رفع هذه المقاطع أو هذه الصور التي شاهدناها. وبالاقتراب من هذه الصورة سنلاحظ بأن المقطع تم رفعه في 29 من سبتمبر من عام 2021، أي العام الماضي قاموا بنشر هذا الأمر، ولكن معهد الماء الإسرائيلي ركز عليه الآن وانتبه إليه طبعا ونشر هذا الفيديو بهذا الشكل الذي يوضح أن نقل السلاح عبر الحدود العراقية السورية من قبل الفصائل المسلحة ليس فيه أي مصاعب. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام هي تحاول الآن حل مشكلة نقل السلاح والفصائل المسلحة وتواصل الحرس الثوري الإيراني، وهذه طبعا هي تأتي بقضية مهمة مرتبطة بالمفاوضات النووية. كما نعلم أن نقل السلاح يأتي على ثلاثة أشكال بالنسبة للحرس الثوري، ينقلونه مثلا بريا السلاح إلى الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، ثم الفصائل المسلحة في سوريا، أما أن تبقى الأسلحة مع الفصائل المسلحة في سوريا أو تنقل إلى حزب الله اللبناني. ولكن أغلب هذه الأسلحة لا تأتي من العراق مباشرة إلى الفصائل المسلحة بهذا الشكل البري وتنتقل إلى حزب الله. التي تنتقل إلى حزب الله عادة هي القادمة جوا من قبل إيران وتحديدا من طهران بطائرات قشم التابعة إلى الحرس الثوري الإيراني، تنتقل وتعبر المجال الجوي العراقي وتصل إلى مطار دمشق الدولي وتوصل الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في سوريا مرة ثانية. يستطيعون إبقائها بحسب التوجيهات وتعتمد على التوجيهات التي يتحركون على أساسها، وبعدها إلى حزب الله اللبناني، وبالتالي يبقون كعامل ضاغط على إسرائيل بهذا الشكل. أو الاتجاه الثالث بالنسبة للحرس الثوري هي عبر المياه أو عبر الخليج أو غيرها، ينقلونها إلى جماعة الحوثي أو ما شابه ذلك. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمتلك فرصة لإنهاء هذا الموضوع، وهي تحاول استغلالها من خلال المفاوضات النووية، حيث أن إيران الآن طالبت برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية. والواضح بأن هذا هو آخر شرط بقي على الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح هذه المفاوضات. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق وقال نعم سنرفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، ولكن بشرط أن توقفوا كل نقل السلاح وتصرفاتكم ونشاطاتكم مع الفصائل المسلحة في المنطقة، وتعطوا تعهدا في هذا الموضوع، وسنرفع العقوبات ونرفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح العقوبات. والمثير بهذا الأمر بأن كانت هنالك أخبارا حصرية قادمة إلى موقع أكسيوس الأمريكي تحدثت بأن إيران رفضت كليا هذا الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرط المتعلق بإمدادات الحرس الثوري إلى الفصائل المسلحة. وهذا الأمر كشف عنه باراك رافيد، وهو واحد من أهم المختصين والمتابعين لهذه التفاصيل عن طريق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وهذا ما تحصل عليه. لم يوافق المسؤولون الإيرانيون على الالتزام علنا بخفض التصعيد في المنطقة، وهو شرط أمريكي لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. اقترح الإيرانيون أعطاء الولايات المتحدة خطابا جانبيا خاصا بدلا من ذلك، بل إنه أيضا تحصل على تسريبات من وزارة الخارجية الأمريكية أحد المسؤولين الذين لم يذكروا اسمهم طبعا إلى باراك رافيد، وقال الولايات المتحدة كررت موقفها من تسمية الحرس الثوري الإيراني للإيرانيين قبل يومين وتنتظر الرد. وبالتالي هنالك انتظار فرصة أخرى لحل هذه المشكلة التي نتحدث عنها. والمشكلة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني وما يجري في هذه القضية وتعقيدات هذا الأمر هي تعود إلى 7 مارس. هذا الأمر مرتبط بالعراق مما جرى خلال هذا الشهر تحديدا في 7 مارس. كما ذكرت كانت هنالك ضربات كبيرة وموسعة من الحرس الثوري من سلاح الجو الإسرائيلي على الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة ومستودعات خاصة بهم، وأدى هذا الأمر إلى مقتل عنصرين مهمين في الحرس الثوري الإيراني. وبعدها بستة أيام شهدنا الضربات بالصواريخ البالستية على أربيل، وعلى الرغم أن بعد هذه الضربة التي تعرضت لها أربيل بالصواريخ البالستية والمصادر الإيرانية التي تحدثت بأن الضربة على أربيل كانت انتقاما لما جرى في قاعدة مهادشت الموجودة إلى غرب كرمنشاه على بعد 21 كيلومترا، بأنهم انتقموا من هذا العملية أو هذه العملية التي قام بها الموساد الإسرائيلي طائرات مسيرة، عدد من الطائرات المسيرة 6 طائرات التي استهدفت هذا الموقع. إلا أن
الآن يبدو واضحا بأن مقتل العناصر في الحرس الثورية الإيراني في سوريا كان سببا مهما في استفزاز الحرس الثورية الإيراني، وهذا أصبح واضحا من تصريحات قائد الحرس الثورية الإيراني يوم أمس حسين سلامي، الذي صرح عددا من التصريحات المثيرة في إشارة إلى أربيل وإشارة لما جرى لهذه العناصر الخاصة بالحرس الثورية الذين قتلوا في 7 مارس، وقال احذروا لن نشارك فقط في جنازة شهدائنا بل سننتقم لهم على الفور إذا تكرر الأذى، فستشهدون مرة أخرى هجماتنا وتعانون المذاق المر لضرباتنا الصاروخية. ربط واضح بين القضيتين، وكذلك أن هنالك مقاطعا وفيديو مصور في مواقع هي يبدو بأنها تابعة ويشتبه بأنها تابعة للحرس الثورية الإيراني، نشرت هذا المقطع التهديدي لإسرائيل بشكل مباشر، وفيها إشارة لأربيل وإلى العراق، والواضح أنهم أشاروا إلى الاختراق الذي طال الموساد الإسرائيلي ورئيس الموساد الإسرائيلي في وضع الصورة الخاصة أو الخارطة الخاصة بإسرائيل، وكذلك الضربات الصاروخية التي طالت العراق وتحديدا أربيل بهذه الإشارة والفيديو الخاص بالضربات طبعا وأذربيجان وقطر والبحرين، وقالوا بأن الأمور هل تعتقدون بأنها انتهت في أربيل، أن وقتكم الآن أصبح محدودا وليس لديكم الكثير من الوقت يا أيها الإسرائيليون. فالواضح بأننا أمام التهديدات بأن عليكم ألا تستهدفوا عناصرنا في الحرس الثورية الإيراني، وإلا ستكون هذه النتيجة بالصواريخ وغيرها. والمثير بهذا الأمر بأن إسرائيل من جهة أخرى هي تقوم بعدد من التحركات التي توضح بأننا سنكون أمام ضربة إسرائيلية قادمة في الداخل السوري، وهذا أصبح واضحا منذ الاثنين الماضي بهذا الشكل. تلاحظون هذه الطائرات التي هي طبعا طائرات تابعة إلى الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية السرب 122، نتحدث هنا عن طائرات النحشون الإسرائيلية، هاتين الطائرتين هي من طائرات النحشون شافت، وهذه هي نحشون إيتام بهذا الاتجاه، وهي تحلق منذ الاثنين الماضي حتى يوم أمس بشكل مكثف ولساعات طويلة، وهي تراقب بهذا الشكل وبهذه الاتجاهات كما نلاحظ مع وجود هذه الطائرة بهذا الاتجاه، تراقب كل صغيرة وكبيرة موجودة في سوريا. وعلى هذا الأساس أن هذه الضربة لو تمت ولو أدت إلى مقتل عناصر في الحرس الثوري كما تم في 7 مارس، قد نكون أمام ضربة في الداخل العراقي بحسب التهديدات الإيرانية المتكررة طبعا بكل تأكيد على العراق. ولكن هذه الأمور أصبحت معقدة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، تتعقد شيئا فشيئا، ليس فقط بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض إلى الكثير من الضغوط. روبرت مالي وهو المبعوث الأمريكي الخاص في إيران وهو رئيس الوفد التفاوضية الأمريكي كان يوم أمس ولمدة ساعتين في اجتماع مهم مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا الاجتماع كان خاصا ومتعلقا في قضية وطبيعة التنازلات التي ستقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيران. وبعد هذا الاجتماع فجأة ظهرت التصريحات كبيرة من عدد من السيناتورات أو النواب المهمين جدا في مجلس الشيوخ، مثلا على سبيل المثال جيمس ريش، هذا الرجل وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية في مجلس الشيوخ، قال بأن هذا الاتفاق النووي سيوفر ما يقارب 90 إلى 130 مليار دولار إلى إيران عند نجاحه، وكذلك بأنهم سيرفعون بالنسبة لإدارة بايدن العقوبات عن منتهكي حقوق الإنسان، وكذلك سيرفع العقوبات أيضا ويرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، وبهذا سينتشر الإرهاب بشكل كبير، وهذه صفقة لا نريدها نحن في الحزب الجمهوري بحسب تصريحاته بكل تأكيد. بالنسبة للحزب الديمقراطي، وأتحدث هنا عن باب منندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكذلك هذا الرجل وهو طبعا سيناتورا ديمقراطيا من ولاية ميريلاند الأمريكية، هذا الرجل طبعا بالنسبة إليه بن كاردمان اسمه طبعا، صرح هو كاردمان وباب منندز حول هذه القضية، وهم أبدوا اعتراضهم بالشكل الأكبر وبشكل كبير على ما يجري من رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب، وليس قضية الاتفاق النووي، هم اعترضوا على هذا الأمر أساسا ورفضوه رفضا تاما، بل إن أيضا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليس فقط متمثلا بهذه الشخصيات التي رأيناها هنا، وإنما الحزب الجمهوري كذلك هو أرسل رسالة مؤخرا
إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وقع عليها 80 من الجمهوريين طبعا معترضين على رفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب. وكذلك الحزب الديمقراطي الأمريكي كان أيضا حاضرا برسالة مباشرة إلى البيت الأبيض يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض هذا الأمر وعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب، لأن الإرهاب لن ينتشر فقط في الشرق الأوسط وإنما هو من الممكن أن ينتشر على مستوى العالم.